نعم، سهام يوم متوتر للغاية، لليوم الثالث على التوالي هنالك توتر شديد وتصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ربما أهم سمة هنا هي تواصل هذه الأحداث القتالية على الحدود، ارتفاع وتيرتها، وأيضا استخدام الكثير من الأسلحة والذخيرة أنواع مختلفة منها طوال الوقت، ولكن لازلنا نتحدث عن أحداث على الشريط الحدودي وليس في عمق الشمال الإسرائيلي، على الأقل من الجهة أتحدث عن الاستهداف للمواقع الإسرائيلية، ولكن بالفعل يوم متوتر للغاية. كان هنالك آخر حدث كان ربما قبل ساعة ونصف أو ساعتين، كان هنالك صافرات انذار في الجليل الأعلى، سمعنا بعدها صوت انفجار واحد على الأقل. وفق بيان الجيش الإسرائيلي كان هنالك بالفعل قذيفة سقطت في مناطق مفتوحة، وأيضا صاروخ اعترض جسما مشبوها يبدو، أو يعني على حد تعبير الجيش يبدو بأن الحديث عن مسيرة. ولكن قبل ذلك أهم الأحداث التي رأيناها اليوم هي استهداف قاعدة هامة للجيش الإسرائيلي بصواريخ بركان الثقيلة، هي صواريخ تحمل نحو 250 كيلوغراما من المتفجرات على ثكنة إسرائيلية في بيرانيت، وهي ثكنة أو معسكر كبير، منطقة هامة. اشتعلت في ذلك الموقع الحرارة لفترة طويلة، وأيضا كان هنالك ضرر بالغ في المكان، نتحدث عن الجليل الغربي. وفي الجليل الشرقي كان هنالك أيضا أكثر من حدث، كان هجمة هي الأوسع منذ بداية الحرب على قطاع غزة، 25 قذيفة أطلقت على منطقة كريات شموني والمواقع المحاذية لها في منارة، في مسقاف عام، في مرجليوت. كان هنالك ضرر تسببت به لأحد البيوت، ولكن لم تقع أي إصابات حتى الآن، لا يوجد أي بلاغ عن أي إصابات. نعم، أكبر هجوم أطلق على إسرائيل، 25 قذيفة على دفعتين في منطقة كريات شموني. سمعنا صافرات الإنذار اليوم في الجليل الأعلى والجليل الغربي على الأقل 4 مرات، ما بين 4 حتى 5 مرات. أيضا طائرات مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان على مواقع يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، 3 منها كانت قد سقطت دون أن يكون هنالك إصابات وفق بيان الجيش الإسرائيلي. نلاحظ ازدياد في استخدام هذه المسيرات المفخخة التي يمكن أن تنفجر وأيضا أن تسبب الأضرار. اليوم وصل إلى إسرائيل إيموس هوكستاين، وهو كبير مستشاري الرئيس بايدن. فهمنا من المصادر الإسرائيلية بأن الهدف الأساسي لزيارته هو منع توسع الحرب خاصة على الجبهة اللبنانية. هو سيلتقي بوزير الجيش يوآف جالانت، بمستشار الأمن القومي تساحي هنيكبي، وأيضا بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. سيلتقي هذه الشخصيات وسيحاول ربما لجم إسرائيل من أجل عدم توسيع عملياتها أو قصفها لمواقع في لبنان. هنالك اعتقاد زائد سمعناه أكثر من مرة في الإدارة الأمريكية بأن القصف الإسرائيلي المتزايد في لبنان ربما يهدف إلى استفزاز حزب الله، وبالتالي جعل هذه المعركة أوسع، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة كي لا تنجر هي بنفسها أيضا إلى حرب إقليمية تكون إيران فيها طرفا أيضا.